احنا طبعا اليوم كنجاوبوا على اسئله مستمعاتنا لانه خل التفاح انتشر بواحد الشكل رهيب. نعم. في هاد الوصفات الطبيعيه للجمال للصحه للتخسيس، وهناك اسئله كثيره جدا دكتور عماد. واليوم ايضا غادي تقول مستمعاتنا كيفاش يحضروا خل التفاح بشكل بسيط وسهل في البيت ديالهم. يا ريت تقول لنا فقط نبدا او فكره، تعطينا فكره هاد خل التفاح فين بدا. نعم. وكيفاش تطور الاستعمال ديالو في مجال التجميل ومجال جمال المراه على المستوى العالمي. نعم، فخل التفاح هو من الوصفات الطبيعيه العريقه، كانت كتستعمل في الصين، كانت كتستعمل في الهند، وحنا كما كنعرفوا ان بلادنا الحمد لله كتنفتح للعالم كامل. من هنا جبنا هاد الوصفات هذه ديال الخل التفاح، وكذلك كان كيتستعمل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان كينصح به التداوي بهذا الخل التفاح. ولكن مع الاسف ان اي ماده طبيعيه او اي وصفات اللي كتكون كتعطي واحد الصيت كبير كيدخل فيها الغش، وبالعاميه كنقولوا كيدخل فيها الضغل. فبعد ما درنا واحد الجوله انا والسيد الكاتب العام ديال النقابه ديال العشابين والاخصائيين في الطب البديل سي ابو حاتم بحيده في جهه سوسمه درعه، لقينا كوارث ان خل التفاح ولات دابا كدار واحد الماده اللي هي فاش قلبتها شفتها اللي كتسمى لاسيد سيتريك، حمض سيتريك. هذاك الحمض اللي كنهضر عليه دائما اللي كنقولوا فيه الحامض وكيقشر القشره، فهنا كياخذوا كيقشر المعده، كيقشر القشره ديال الوجه الى درنا الحامض، وايضا المعده الى هذا الحامض. هذا خدينا هذا لاسيد سيتريك هذا غير الطبيعي، عاد خليه هذا لاسيد سيتريك الكيميائي اللي كنعرفوا حنا الصيادله وكنعرفوا حنا الاخصائيين ديال الكيمياء كيتخاد بطريقه في واحد المصانع، ومني كناخذوه كيتخاد من واحد النوع من الميكروبات اللي كتسمى لاسبيرغيلوس نيغر. هاد الميكروبات اللي خطيره وميكروبات اللي هي اصلا كتكون سامه، وهاد لاسبيرغيلوس نيغر شنو هو ديك الكحوليه اللي كتكون فوق الخبز منين كيغمل كتلقاه كحل بزاف وعنده واحد الرائحه كريهه، ومن بعد كتخاد. وهاد لاسيد سيتريك اللي هي الماده اللي كتلقاوها في بزاف ديال المنتوجات الغذائيه اللي باسم E330، هاد الماده اللي هي ماده سامه كيجيو كياخذوها كناخذوا مثلا وكياخذوا هما مثلا واحد 5 لتر ديال هذه الماده، او كياخذوها في شكل ملح لانه كاين جوج ديال الانواع، وكيتخلط مع 50 لتر ديال الماء وكيتضرب بواحد الخلاطه خاصه، ومن بعد كيداروا فيه نكهات يا التفاح وكيزيدوا فيه الوان. اذا انت ملي كتجي كتلقى واحد الخل فيه الوان مثلا الخضر الاحمر الوان باش كيعطيك داك اللون ديال التفاح. ثانيا ملي كتقيسو كتكون واحد درجه الحموضه لا تطاق، كتكون طالعه بزاف، اذا هنا كتصلخ لك المعده ديالك. وثالثا كتشم فيه الرائحه ديال التفاح. اذا كيفاش كنشموا رائحه التفاح؟ هاد النكهات اللي كنزيدوا يا اما نكهات اللي كتكون كيميائيه، او كنزيدوا ما يسمى بالالديهيد. هاد الالديهيد اللي كنستعملوه حنا في الكيميائيين اللي كيعطي واحد الرائحه كتكون كتشبه التفاح. اذا هاد التركيبه الكيميائيه او هاد السم الكيميائي اللي كيتخلط كيتباع المواطنين وكيتباع الناس كاساس انه خل التفاح. وبالتالي شنو كيدير؟ مع المده كيضرهم في الكبده ديالهم الا كانوا كياكلوه. والاخوات اللي كيقول لك اننا خدينا خل التفاح وضرنا في المعده ديالنا وسلخ لينا المعده ديالنا، فهنا هذا هو المشكل، هذه هي الاشكاليه انهم خداو هذه الماده هذه. ثانيا ان الاستعمال المفرط ديالو لا للبشره ولا للشعر كيؤدي لاش كيؤدي انه كيبدا كيضر البشره وكيضر الشعر. نعم. اذا هادو هضرنا على شنو هو الغش. باش بطريقه امنه نمشي وناخذ هذا خل التفاح ونعرفوا انه خل التفاح، فهنا غادي نعطيكم بعض الحيل او بعض الطرق اللي كنديروها حنا باش كنعرفوه. ولكن رغم ذلك باش تعرفوا واش طبيعي ولا ماشي طبيعي او مغشوش. نعم. فاولا خل التفاح كتحس هذه النقطه نركزوا فيها مزيان، لانه دابا الدكتور عماد غيعطيكم الطريقه باش كيف خلاها المرحوم السلاوي ما يديروهاش بك القمان افلان ياك. باش ملي تمشي السيده تشري خل التفاح تاكد واش ديك خل التفاح طبيعي ما فيه
تحيه الله يرحم المرحوم وتحيه السي حاتم السلاوي الصديق ديالنا. وفي الحقيقه نسى الله يرحمه حيت مازال في ديك الوقت ديالو ما كانوش هاد النصابه ديال هاد الامور هادي. اذا شنو هي الطريقه؟ فالطريقه اننا ملي كنهزوا ديك القريعه ديال خل التفاح خصو يكون بعدا يكون فيه ديك الحتاله داك الحتات كما كنقولوا يكون مخلوض تحس بان فيه التفاح ضروري خصهم يكونوا الطريفات ديال التفاح فيه هذه اولا. اذا ملي نقلبوا ما نلقاش صافي بحال الخل فيه الاحمر والخضر لا كيكون هو غادي الليموني وكيكون مخلط فيه الحبيبات ديال التفاح كتحس بان فيه ماده طبيعيه لداخل هذه اولا. ملي كنحلو كنشمو خصها تضربني الريحه ديال اللبن هو الرائحه ديالو كتمشي للريحه ديال اللبن. وخل التفاح كل ما خليناه كل ما كيمشي للكحوليه واجود الانواع ديال خل التفاح هي خل التفاح اللي كيمشي للون الاسود. اذا هنا كتكون عمليه التخمر وصلت للدرجه ديالها الاقصى وبالتالي خل التفاح كنوليو كنستافدوا منه بطريقه سليمه. اذا هذه هما الطرق باش يمكننا نعرفوا خل التفاح. اذا لا يوجد خل التفاح خضر وما كاينش خل التفاح حمر وما كاينش خل التفاح اللون ديالو صافي ملي كنقلبوه كنلقاوه بحال الماء. لا خل التفاح خصو يكون مخلط خصو نحسو به ان بحال عندنا واحد العصيده مخلطه بالماء. اذا ملي كنقلبوه خصنا ما فيها باس اننا نديرو واحد شويه على يدينا ونقيسوه بيدينا ونحسو بالتفاح نحسو بهذاك التفاح محكوك او نحسو بهذاك التفاح في يدينا. فهنا هذا هو خل التفاح وهاد الامور هذه ضروري نردوا ليها البال لان باقي كنعاود لاسيد سيتريك هاد الاو 330 هاد حمض السيتريك ماده سامه ماده كتضرب الكبد كتضرب الكلاوي وكذلك كتسلخ المعده. والاخيب من هذا ان هاد الماده هذه كتسلخ لينا الفم ديالنا يعني كاع دوك البلايص الرطبين اللي كيكونوا في الفم كيتسلخوا مع الوقت وكيوليو عندنا مشاكل في اللثه ديالنا وحنا ما كنعرفوش مناش وحنا كنكونوا عطيناها هاد لاسيد سيتريك. ومعنا طبعا الدكتور عماد ميزاب دكتور الصيدله والمختص في العلاج وفي التداوي بالاعشاب. غادي نجاوب على اسئله مستمعاتنا. بغيت نقرا كذلك من الفيسبوك ساره اللي كتسلم علينا وتحيه ليك دكتور عماد. كتقول انه ما كيشد ليهاش الخط وكنقول لك ساره كنعتذروا طبعا لان خطوطنا مشغوله وحنا غادي نسمعوا المستمعات اللي معنا عبر الهاتف. وبغات دكتور عماد انا كنبلغ لك السلام والشكر ديال الاخت ساره. قالت لك سيدي عطيتيها الوصفه ديال خل التفاح وزيت الخرواع الحبوب جربتها لبنتها قالت لك والله العظيم زعما كتحلف انه منقصوه ليها فوجها وباقي مستمره عليها كتمسح بالليل بخل التفاح والصباح كدير زيت الخرواع على الحبيبات المده ديال 20 دقيقه وكتغسل من بعد الوجه ديالها وكتقول لك والله لا لاحظنا الفرق الحمد لله شكرا بزاف بزاف. قالت لك كاين واحد فقط النقطه اللي بغات تسولك عليها انه ديك الاثار ديال الحبيبات كيخليو بلاصتهم وكتمنى انك تفيدهم بشي وصفه لاثار الحبوب. وصباحكم مبروك دائما على اصوات حنايا كنرحبوا بك وبكل مستمعاتنا. غادي نشوفوا شكون هما المستمعات اللي معنا على الخط ونسمعوا طبعا اسئلتهم. معنا بدايه فاطمه من خريبكه. صباح النور. الو السلام عليكم. وعليكم السلام لاله سناء. اهلا فاطمه لاباس الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. انا فرحانه فسد لي الخط وكاع مرتبكه وما عرفت منين نبدا ولا وكنقول لك مرحبا وكنقول لك تطلقي وارتاحي مع راسك وحنا في الخدمه. شنو السؤال ديالك للدكتور عماد؟ لا يا اختي سي تري زونتي غير اختي حين تصاوبت خل التفاح. ايه عماد صباح النور بعدا. صباح الفل والورد والياسمين. كنحماطو عليك يا دكتور انت خونا ديال وتشحال ديال الخوات الحمد لله عندي والله يزيدهم الله يزيدهم ان شاء الله. امين ان شاء الله. الله يبارك فيك. صوب دخلت التفاح في الدار. ايه درت غير قطعت التفاح بالقشور بالزريعه ديالو بكل شيء سديت عليه في قرعه. ايه ولكن خرج لي خيطر بزاف وخلعني. كيفاش دابا غير درتي عليه الماء وسديتي عليه؟ صافي هادشي اللي درت ما زدت عليه حتى شي حاجه. ما كانش شي لعيبات خصهم يتزادوا حتى الاخر غنقولوا لكم.
واخا ميرسي. شي حوايج شوف شي حوايج خصهم ضروري يتزادوا. علاش؟ حيت هذوك الحوايج هما اللي كيخرجوا لنا البكتيريا. ملي كطيح ديك البكتيريا ملي الاخر كيبغي يخمر التفاح هذوك الحوايجات اللي كنزيدوا هما اللي كيجعلوا دوك البكتيريا يبداو يفرزوا لنا المواد اللي زوينه. كنستافدوا حنا واخا دوك البكتيريا كيكونوا مسمومين ولكن حنا كنردوهم كنستافدوا منهم. صافي خليك في الاستماع. خليك في الاستماع واخا تفضلي. كنتي عطيتي واحد الفرخه بعيده شويه مي عافاك ديال الطل وفيها الجرجير. انا ما لقيتش الجرجير واش كاين باش نعوضو. فوالا هادشي. واخ واخ هادشي يا ريت جاوبها عليها دابا باش نبقاو في خل التفاح. ذكري الوصفه. يمكنك تذكري لنا الوصفه؟ شديت قرعه ديال الوصفه ديال الجرجير. نعم. والصوجه. اييه. والزنجلان. اها. والحبق. اها. والحبه السوداء والعسل الحر. نعم الحبق والحبه السوداء والعسل. غير بالنسبه للحبق واش دكتور واش الحبق خضر او لا حبوب ولا لا ضروري هكا الحبق مطحون؟ نعم الحبق مطحون اللي كيكون يابس باش يمكن الوصفه تبقى لك بزاف. صافي تفهمنا. طيب اذا دكتور باش يمكن لي نعوضو حيت انا ما لقيتوش هنا في قريبكا. ماشي مشكل عوضي لي الجرجير بالزعتر مطحون ومغربل. صافي داكوغ دكتور. يلا اللهم يسر. تهلا في راسك ورا نعول عليك فاطمه. انت سفيره راديو اصوات بخريبكا. تحيه كبيره لك ولكل مستمعاتنا بمدينه خريبكا. معنا هاجر من فاس. السلام عليكم هاجر. صباح الخير. صباح الخير على الله. كيف صحتو؟ الله يبارك فيك. مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك. كنشكركم انت والدكتور عماد شكرا لك على النصائح اللي كتعطيونا. الله يبارك فيك. مرحبا. بغيت نسولك دكتور على خل التفاح. yeah. واش كيصلح للبشره الناشفه بالنسبه والشعر الناشف بالنسبه للناس اللي عندهم القشره؟ نعم فبالنسبه للبشره اللي كتكون ناشفه كيصلح لها خل التفاح. اذا غدهني البشره ديالك به ياك تخليه غير 5 ديال الدقائق ومن بعد كتغسليه. مباشره ملي كتغسليه كديري ليه شي زيت مرطب بحال زيت اللوز الحلو زيت لافوكا او زيت الكوكو ونفس العمليه غادي ديريها للشعر ديالك. وبالنسبه للوليدات الصغار عندي بنيته عندها 8 سنين وبنت عندها شي قشره المهم خفيفه ولكن مزيان مخير. غتاخذي شوف الطريقه ديال خل التفاح للقشره غادي تاخذي نص كاس صغير ديالو وغديري فيه معلقه صغيره ديال الزعتر ولا ديال الزعتره. يا صح. الزعتر ولا الزعتره وغدفيه في حمام مريم. اها. ياك ملي غدفيه في حمام مريم تخليه يطلق واحد المده ديال 10 ديال الدقائق وتصفي هذاك الخل. ذاك الخل غتولي كتشققي به الشعر ديال البنيته ولا الشعر ديالك. اها. وتخليه مده ديال 40 دقيقه يعني ساعه قل ثلث ومن بعد كتغسلي به الشعر ديال البنيته. صافي العمليه غديريها جوج المرات في الاسبوع وتداومي عليها ان شاء الله واحد المده ديال شهرين حتى 3 شهور وتعطي نتيجه ان شاء الله. واخا شكرا سيدي وصباحكم مبروك. علينا وعليك هاجر وسلم لي على البنوته ديالك الله يخليها لك يا رب. معنا ام حنان من الدار البيضاء. السلام عليكم. الو السلام عليكم اخت سناء. مرحبا بك معنا على راديو اصوات ام حنان. الله يطول عمرك اختي. الله يجازيك بخير. المهم انا غير دابا شفت من عيد الكبير كنت شادوا حتى ست الشفاحات ديالهم في القلعه وشاد عليهم. عاد اليوم غير عاد حليت عليهم لقيتهم بحال اللي طابوا ولكن ما تقول لا ما لا حتى شي حاجه بقشرهم كل شيء ليهم. ودابا دابا حطيتي التفاحات بوحدهم مع الهواء اذا ضروري ضروري باش خص يكون عندك الماء ياك باش يمكن نجبدوا هذوك المواد اللي غيبقاو في التفاح. وكذلك كما قلت للاخت ديالي ان ضروري خص بعض المكونات اللي كنزيدوهم باش كنخليو ديك البكتيريا اللي كتجي كتخمج هذاك التفاح نستافدوا منها وما كتكونش سامه وبالتالي كنجبدوا منها مواد اللي كتصلح لنا في عمليه ديال التخمير. فخليك في الاستماع ان شاء الله. ففي الاخر غادي نعطي وصفه سليمه ان شاء الله لتحضير خل التفاح. واليوم حصريا غنعطيكم طريقه روسيه يعني كوني انا ازيد من 6 سنين عشت في هذيك المنطقه فهما دخل التفاح ما كيفارقش الطاوله ديالهم وكيديروه بواحد الطريقه بسيطه وطريقه اللي مختلفه على العالم. فخليكم ان شاء الله في الاستماع غنعطيكم هذه الطريقه. وصحيه. تحيه لك يا ام حنان من الدار البيضاء. غادي ناخذوا بشرى من اسفي. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام للاخت سناء. سلام دكتور عماد. اهلا بك يا بشرى. شنو سؤالك؟ بارك الله فيك. عندي البشره حساسه كتحرقني وعندي صبايع كيطلعوا واش خل التفاح غادي يفيدني في هذه المساله؟ نعم بشره حساسه اذا خل التفاح غتحاولي تهرسيه واحد شويه بالزيت ديال اللوز الحلو. اذا غتاخذي معلقه صغيره ديال خل التفاح وغتضربيها بجوج معالق كبار ديال زيت اللوز الحلو.
علاش قلت لك ضربيه؟ لان تخلطيها بحال غطربيها بحال البيض، غتخلط مزيان وبالتالي غادي تحصلي بحال شكل واحد الكريمه، غتولي تقريبا كتشبه الكريمه، وهذه كتولي كدهني بها البشره ديالك، تخليها مده ديال ثلث ساعه، ومن بعد كتمسحيها بشويه ديال الماء دافي، وداومي على هذه المساله يوميا بالليل مده ديال شهرين. اتفقنا بشرى؟ واحد السؤال اخر الله يحفظك. نعم اختي. يعني هاد الميلانين عندي ناشط شي شويه في البشره ديالي، ما عرفتش شي يعني شي وصفه اللي غتفيد. نعم ناقص ولا زايد؟ شنو عندك في البشره؟ البشره لا زايد كيزيدوا الطبيعه، دابا كنحس بهم تقريبا كيطلعوا. كتحسي بهم كيطلعوا؟ واخا. اذا من الليل غادي تخلطي الزيت ديال السالميه، اذا غنخلطي الزيت ديال السالميه مع زيت البابونج، معلقه كبيره من زيت السالميه ومعلقه كبيره من زيت البابونج، وغتولي كدهنيهم مع البشره ديالك وتباتي بهم. ولكن ملي تدهنيهم غديري ليا واحد المساج ديال 5 دقائق حتى 10 دقائق، وتخليها في البشره ديالك، وغدا الصباح يعني الا غد ليه تغسليها. العمليه غداومي عليها كل نهار مده ديال 3 شهور. تحيه لكم باسفي. لحظه غادي نمشيو للوجده معنا زهره. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بك على راديو اصوات زهره، وتفضلي شنو سؤالك للدكتور عماد. شكرا للدكتور عماد، وكنشكركم ونشكركم بزاف على هذا البرنامج. انتم اهل الشكر. وانا فرحانه لانه لاول مره كنتصل وكنشدكم. الحمد لله. الحمد لله من فضل الله. يمكن حيت ربي باغي نعطي واحد المعلومه للمستمعين الكرام. مرحبا. انني انا خدمت في التفاح صوبته، مشيت في الحقيقه نشريح، ونصحني واحد العشاب الله يكثر خيره ويجازيه بخير، قال لي لا ما نبيعولك، شو عندي ولكن ماشي طبيعي، غير مزور، بغيتي خدمي تفاح في دارك. قلت له ما نعرفش الطريقه، قال لي انا نعطيك الوصفه، وعطاني الله يجازيه بخير وخرجت لي الحمد لله، الله يجازيه بخير في الدنيا والاخره. كناخذ التفاح كنغسلوها تفاحه، وكنقطعوها طريفات، وكندرتها في واحد القرعه ديال الدجاج، زجاجه كنينه تاع هذوك القرعه ديال المربى ديال الكونفيتور خاويه. إيه. غسلتها وقطعتها وغطيتها ودرتها تما، قطعت التفاح ودرته في القنينه وغطيته بواحد الميكا، زريتها بلاستيك على الجناب، وتقبت ديك الميكا، تقبتها بواحد ليبره، قال لي تقبي ديك الميكا ديريها تقيبات صغيرين باليمنى وخليها في الكوزينه في واحد القنت. إيه. واحد الخمس ايام ولا ست ايام ولا اسبوع كاع، قال لي غادي تلاحظي ان داك التفاح بدا يخماج، قال لي ما ترميهش يخليه، بتقولي غادي يخسر ولا، قال لي خليه. وفعلا خليته حتى خماج داك التفاح وطلق الماء ديالو، من بعد صفيت داك الماء وخرج لي خسر التفاح. وفي كل مره ومن الاحسن عاد كتكون شي تفاحه بحال هكا مضروبه هي اللي كنديرها. إيه. هي كتاكسد وكتطلق ديك الخل ديال التفاح ديالها. وخرج لي خسر التفاح الليموني، مي كنحل دابا كنجمعو، مي كنحل الزجاجه كنبغي نخدم داك التفاح ولا، كتعطيني الريحه ديال الحموضه. نعم. واللون ديالو شويه خاتر ماشي اخر، المهم خل التفاح طبيعي. نعم. كنسيب للمستمعات اللي بغات تخدمو هذا، راه زعما جربتو والحمد لله كنخدمو، كنديرو انا مع الحنه الشعر ديالي راه تساقط الشعر والحمد لله كيعطي فائده، اللهم لك الحمد. وانا كنشكرك على الاتصال ديالك، وحنا بغينا طبعا ناخذوا الراي ديال الدكتور عماد، وبغيت نقول لك كنشكرك لانه من خلال الاتصال ديالك كيبان انه الحمد لله كاين الغش، راه كاين يعني حنا عارفين للاسف شنو موجود، ولكن هذه كلمه اللي غترفع من المعنويات ديال العشابين اللي مازالين كيخدموا الحمد لله بضمير، انه مازالين كاينين الناس اللي غيقولوا للسيده ما تاخذيش على الله هذا كينهيها. راك تحتي بين ايادي امينه. دكتور عماد شنو تقول الاخت زهره من وجده؟ نعم. على هاد الطريقة اللي قدمها ليها كيف سمعنا العشاب. نعم، فالطريقة هذه غتصلاح الاستعمال الخارجي، إلا كنا غادي ناخذوا تحل التفاح باش نشربوه حنا وندخلوه للداش ديالنا، فالطريقة ضروري خص تزيد عليه أمور أخرى باش ما يضرش بالصحة ديالنا، أما إلا بغينا الاستعمال الخارجي نستعملوه، ولكن هذه الحالة الأخت ديالنا من الزهر أنها استعملت واحد التفاح اللي كيكون فيه الماء زايد، لأن كاينين بزاف أزيد تقريبا من واحد 200 نوع ديال التفاح، ولكن الانواع ديال التفاح في بلادنا الكثير منها ما فيهش هذاك الماء بزاف، ما كيعطيناش هذه الكميه ديال الماء بزاف، وبالتالي ضروري خصنا نزيدوا عليه بعض المواد باش كيعطينا واحد الكميه ديال خل التفاح، وكذلك خصنا نزيدوا مواد باش هذا خل التفاح الا خديناه ولا الا استعملناه للداس ديالنا ما يضرناش في صحتنا. كنشكرك مره اخرى اخت زهره من وجده، وبالجهه الشرقيه كنحييكم مستمعاتنا دائما على راديو اصوات الاذاعه الاولى في قلوب المغاربه. غادي نمشيو للرشيديه معنا نزهه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا نزهه.
كي دايره اختي سناء؟ كي دايره الصحيحه؟ ربي يخلي كل شيء بخير وحنا في الخدمه، ويا ريت ناخذوا سؤالك باش ناخذوا ايضا ام يونس من خليفه. واخا جزاك بخير. بغيت نسول خويا عماد. نعم اختي. انا عندي تساقط الشعر بزاف وعندي القشره، واش يلاق ليا الخل ديال التفاح ولا يعطيني شي وصفه ديال خل التفاح نديرها لك؟ سؤال مهم حتى هو، واش خل تفاح السيدات يقدروا يستعملوه للشعر اللي كيطيح؟ نعم، خل تفاح يتستعمل للشعر اللي كيطيح، وغادي تستعمل بالطريقه اللي عطات الاخت. غادي ناخذوا نص كاس صغير ديال خل التفاح وغنزيدوا عليه معلقه صغيره ديال الزعتر او الزعتره، ولا بغينا كاع نزيدوا عليه واحد نص معلقه صغيره ديال البابونج كذلك، وندفيوه في حمام مريم، ومن بعد كنستعملوه نشقوا به شعرنا مده ديال ساعه ونغسلوه. العمليه كنديرها جوج المرات في الاسبوع مده ديال شهرين حتى 3 شهور. سؤال دكتور عماد، هذه الوصفه اللي فيها خل التفاح لتساقط الشعر، واش خاص يكون فيها الزعتر والزعتره او البابونج ميبسين طبعا ومطحونين؟ ميبسين ومطحونين، وناخذوا معلقه صغيره ديالهم، معلقه صغيره يا اما ديال الزعتر يا اما ديال الزعتره، وحده فيهم. نعم. ونص معلقه صغيره ديال البابونج في نص كاس ديال خل التفاح. ديال خل التفاح اللي كندفيوه في حمام مريم، ومن بعد كنشقوا به، ومن بعد كنشقوا به الشعر ديالنا ويبقى ساعة ونص. نخليو ساعة ونص، ساعة ونغسلوه. وهذه الوصفة أي واحد يمكن له يستعملها، النساء العاديين وحتى النساء الحوامل كذلك كتجي بعض الأسئلة في هذه الأمور هذه، حتى هما يمكن لهم يستعملوه آمنين ما عنده حتى شي مضرة عليهم. واخا واش هذه الوصفة السيدات تستعملها غير مرة أو زوج في الأسبوع؟ استعملها جوج ديال المرات في الأسبوع. هذه إذا لتساقط الشعر. بالنسبة للقشرة في الشعر كذلك؟ نعم. تصلح أيضا لإزالة القشرة. نعم. كانت معنا فعلا الأخت اللي هي من اللي كانت معنا المستمعة اللي من قبل قطع على الخط، واللي هي حبلة وكانت كتسولك واش تستعمل خل التفاح. نعم، تستعملوا بكل أمان، غير هو خل التفاح بالنسبة للسيدات اللي كيكونوا حاملات ما يقربوا ليش وما يشربوش، لأنه يقدر يعطيهم مشاكل أصلا مع الحمل، كيكون عندهم مشاكل ديال الحموضة، وإلا خذوا خل التفاح كيمكن يأثر عليهم. فمن الأحسن الأخوات اللي كيكونوا حوامل ما يشربوش، نستعملوه على برا البشرة ديالنا والشعر الوجه، ولكن ما نشربوش، ما ناخذوش زعما ناخذو ناكلوه ولا نشربوه. ونسلموا على أم يونس من خنيفرة اللي هي اللي كانت حبلة كانت معنا على الخط، وكنقول لك الله يفك وحيلك على خير يا أم يونس من مدينة خنيفرة، تحية كبيرة لكم.